هنكمل مع بعض جزئية الفريكشن بتاعتنا. هنتكلم النهاردة على جزئية البيلت اند وارب فريكشن. كلمة بيلت معناها سير، وارب معناها لف او دوران، فريكشن معناها احتكاك، يبقى عندك الاحتكاك بتاع السيور او اللف او الدوران على شكل دائري. واضح قدامي هنا ان الكلام ده هيكون يا اما في عندك سير بيلف على بولي اللي هو بينقل عندك الحركة، سواء بتتكلم في محرك، او في مثلا عندك حبل، الحبل ده بيلف على شكل دائري، ساعتها هيبقى اسمها وارب فريكشن. عندي هنا هوت بالنسبة للشكل الموجود قدامي اللي هو ده كده، ده شكل البولي بتاعتي. البولي بتاعتي عندي هنا في تنشن تي 2 وفي تنشن تي 1. في الوضع الطبيعي لو ما فيش عندك فريكشن موجود هيبقى قيمة التنشن تي 2 هي نفسها قيمة التنشن بتاعتي تي 1، بس طالما في فريكشن موجود هيكون في واحد فيهم اكبر من واحد. هنا عندي اتجاه الحركة بتاعي تي 2 ده هو اتجاه الدوران، يعني مثلا هندور كده في الاتجاه ده كده هتلاقي السير ده بياخدك في هذا الاتجاه، اللي هو بياخدك في الاتجاه ده كده يبقى التي 2 اكبر من التي 1. يعني لو بصينا كده هيبقى اتجاه الحركة بتاعي ده اتجاه الحركة بتاعي زي ما قلنا هيبقى كده في الاتجاه ده كده، ده هيخلي قيمة التنشن تي 2 اكبر من قيمة التنشن تي 1. يبقى على طول هنا حسب اتجاه الحركة هيبقى التنشن الكبير اللي هو تي 2 هيساوي التنشن الصغير تي 1 في اي اس ميو سيتا. طيب عندي السيتا بتاعتي اللي هي ايه؟ بسميها الوارب او الكونتاكت انجل، هي زاوية التلامس ما بين البولي بتاعتي وما بين البلت. سيتا دي عندي بتكون محسوبة بايه؟ محسوبة بالراديان. هنا واضح قدامي في الرسمة ان عندي دي سيتا بتاعتي وعاملة هنا كونتاكت، لما بيكون ده طالع مماس للدايرة، ده تانجنت للدايرة، وده برضو طالع تانجنت للدايرة، هتلاقي الزاوية دي كده 90 درجة والزاوية دي كده 90 درجة. بنحاول نحسب السيتا دي هنا تبقى دي اسمها الوارب انجل. طب ايه عندك الميو بتاعتك؟ الميو هي الكوفيشنت اوف فريكشن، معامل الاحتكاك بتوين البلت او الروب بتاعي مع البولي او الاسطوانة. طبعا الميو بتكون مذكورة عندك في المسألة عادي. طيب لو جينا نشوف بعد كده ايه هي الحالات اللي بنحسب بيها الزوايا، اهم حاجة عندي في الجزئية دي كلها بس جزئية حساب الزوايا. لو جينا نبص كده على الحالة العامة ديت، لو كانت عندك مثلا ان البلت بتاعي نازل في اتجاه الرأسي في اتجاه الفيرتيكال بالشكل ده كده، كانت دي التي واحد وديت عندك التي اتنين، وكان ده اتجاه الدوران بتاعي، هيبقى عندك التي واحد اكبر من التي اتنين. هتلاقي عندك الكونتاكت انجل بتاعتك لو انت خدت ده 90 درجة وده كده 90 درجة، هتلاقي عندك السيتا بتاعتك هتساوي 180 درجة. طيب لو جينا نشوف برضو حالة تانية برضو من الحالات المشهورة عندنا، لو انت اخدت واحد نازل في الفيرتيكال وواحد رايح في الهوريزونتال، وكان ده التي واحد وده عندك التي اتنين، لو ده كان مركز الدايرة بتاعتك هتلاقي عندك السيتا بتاعتك هنا بتسعين درجة. طيب في عندي حالة تانية اللي هي ديت كده، عندي ده نازل عامل زاوية مع الاكس وده نازل عامل زاوية مع الاكس، سي مثلا دي الفا واحد وسي مثلا دي الفا اتنين، هتقول عندك ده مركز الدايرة بتاعي، هتاخد كده عمودي وتاخد كده عمودي، هتلاقي عندك هنا السيتا هتساوي الفا واحد زائد الفا اتنين. طيب برضو للمعلومة لو احنا حبينا نشوف بنحسب الكلام ده ازاي، لو انت اخدت ده كده في اتجاه الرأسي وكملت ده كده على امتداده لغاية النقطة دي كده، هتلاقي الزاوية دي عندك 90 درجة. لو انت اخدت موازي للإكس هتبقى دي الفا اتنين زي ما دي برضو ايه الفا اتنين، هتبقى دي 90 ناقص الفا اتنين تبقى دي زيها الفا اتنين. نفس الكلام هنا برضو لو انت مديت ده كده على امتداده هتبقى الزاوية دي 90 درجة، اخدت ده كده موازي هتبقى دي الفا واحد، هتبقى دي 90 ناقص الفا واحد وهتبقى دي الفا واحد، يبقى عندك الكونتاكت هيساوي الفا اتنين زائد الفا واحد. طيب برضو في حالة مشهورة بتبقى شكلها عامل كده، زي مثلا نزلت ده سوري لو انت نزلت ده كده في اتجاه الفيرتيكال
وكان ده عامل معاك زاوية ألفا، ساعتها السيتا عندك هتساوي 90 زائد ألفا. ماشي، دي كده معظم الحالات بتاعتي اللي بتتكرر. طب تعالى نبص برضو شوية على شكل المسائل بيحصل فيها ايه. مثلا عندك هنا دي مثال عملي للكلام ده، في عندك محرك، المحرك دوت في بولي بتحرك السيرين، في عندك التنشن دوت هيبقى عندك ده اسمه تي اي والتنشن ده اسمه تي بي، ده عامل زاوية 40 درجة وده عامل زاوية 60 درجة. طبعا دوت في محرك عادي، لو انت اخدت الرسمة بتاعتك بره عايزين نحسب الكونتاكت انجل يطلع معاك السيتا عندك بيبقى ايه؟ ب 200 درجة، نتيجة ان انت عارف ميل الاول ب 60 وميل التاني ب 40. طيب هنا برضو عندي بعض الحالات العامة، لو في عندي هنا حبل، الحبل ده مربوط عن طريق عمود حديد زي هنا واضح قدامي، العمود بتاعي هنا فوق مربوط فيه الحبل، والحبل بعد كده نازل مثلا على شكل شبه دائري، فالزاوية دي عندك 45 درجة وده تي 2، انت بتشد هنا بتي 2 يبقى تي 2 اكبر من التي 1، عايز تعمل الكونتاكت انجل هي ديت ب 45 درجة، هتحول 45 بتاعتك للراديان اللي هي 45 في باي على 180 هيطلع معاك 25 من 100 باي. يبقى التنشن الكبير تي 2 هيساوي التنشن الصغير تي 1 في اس ميو بتاعتي هي مذكوره في المساله عندي ب 4 من 10، يبقى في الراديان في السيتا بتاعتي اللي هي 25 من 100 باي، يبقى انت كده حسبت علاقه التي 2 بالتي 1. هنا نفس الشكل بس هتلاحظ معاك ان السيتا عندك بكام؟ ب 90 درجه، هنا عندك التي 2 نازل في اتجاه الفيرتيكال في اتجاه الرأسي والتي 1 ماشي في اتجاه الهوريزونتال اللي هو اتجاه الافقي. يبقى عندك سيتا هنا ب 90 درجه ضربتها في باي على 180 للتحويل برضو بايه؟ بالراديان. هنا عندك السيتا بتاعتك ب 135 درجه برضو من الرسم قدامي واضح ان هي 135، يبقى 135 في باي على 180 وساعتها التنشن الاثنين الكبير بيساوي التنشن الصغير في اي اس ميو سيتا. طيب هنا عندي بيقول لك في عندي 300 باوند، ده انجن ده محرك، المفروض كان المثال بتاعه بيتكلم على كده، ده انجن عندك المحرك ده وزنه 300 وانت عايز ترفعه، فعشان ترفعه جبت له البولي ديت وأثرت بالقوة اف، وعايز تعرف القوة اف اللازمة للكلام ده. ماشي، فانت لو انت عايز ترفعه يبقى القوة اف هتشد كده وهو هيبتدي يطلع فين؟ لأعلى، هيبقى الاف هي الكبيرة والانجن هيبقى مين؟ الصغير. هنا عندك فارض ان تي 2 بتاعتك في الحل ديت بتمثل مين؟ هتمثل الاف، والتي 1 بتاعك هيمثل مين؟ هيمثل انجن اللي هي 300 باوند. يبقى الكبير تي 1 هيساوي سوري الكبير اللي هو تي 2 هيساوي تي 1 الصغير في اي اس ميو سيتا. عندي ميو في المساله كانت 1 من 10، هنا في الرسمه واضح قدامي ان الكونتاكت انجل بتاعي ديت كلها هتبقى هي الباي يعني 180، يبقى حسبت قيمه مين؟ التي 2. طب يفرق معايا الشكل امتى؟ لو انا بنزل المحرك، لو بنزل المحرك معايا هيبقى اللي بيحرك هو مين بالنسبه لي دلوقتي؟ هي ال 300 باوند، او المحرك ده فين؟ نازل لتحت، وساعتها الاف هتبقى طالعه لفين؟ طالعه لفوق. قدامك حل من اتنين، يا اما تقول ان التي 1 بيساوي تي 2 في اي اس ميو سيتا على سنة تي 1 دي هي ال 300، او ممكن تعمل زي ما هم عاملين كده ان التي 1 بيساوي التي 2 في اي اس ماينس ميو سيتا. لو حطيت ماينس هنا يبقى كانك بالظبط هي نفس الايكويشن اللي فوق، ما فيهاش اختلاف. اهم حاجه الكبير هيساوي الصغير في مين؟ في اس ميو سيتا. يبقى فرق معاك لو هو المحرك بتاعك نازل لتحت او طالع لفين او طالع لاعلى، حسب اتجاه الحركه هتحدد مين فيهم التنشن الاكبر. طيب دي برضو اشكال لشويه تروبس موجوده او شويه حبال موجوده مربوطه على عمدان حديد، عايزين نعرف الزاوية منها من الأشكال اللي قدامي. هنا واضح قدامي هنا زاوية الكونتاكت دي عاملة 240، زاوية الكونتاكت دي عاملة 120، دي عاملة 120، ديت عاملة 120، ديت عاملة 120، وديت عاملة 80، مجموع الكلام ده كله هيطلع معاك بكام؟ بال 800، هحوله بريديان بعد كده. طبعا برضه التنشن الكبير هيساوي التنشن الصغير في اي اس ميو سيتا. هنا الانجل بتاعتي 560، هتلاقي عندك ده 105 اللي هي الزاويه ديت، الزاويه دي برضو 105، دي 105، دي 105، ودي 105، ودي عندك 45، مجموع الكلام ده هيطلع معاك بكام؟ 560. نفس الشكل هنا عندي هيبقى ب 315.
اهم حاجه عندي بشوف مجموع الزوايا الكونتاكت بجمعها مع بعض، بعدين بحولها بالراديان. طب بفرض مثلا في عندي حبل عامل لفتين، لو حبل عندك عامل لفتين يبقى الزاويه بتاعتك هتبقى كام؟ الزاويه الكليه بتاعتك هتبقى 360 في 2 يعني هتساوي 720. ساعتها تحط الزاويه بتاعتك بكام؟ ب 720. طب افرض عامل لفتين ونص قدامك في الرسمه، يبقى هتزود عليهم ال 180 بتاعتك كمان، يبقى كانك دول 2 ونص في كام؟ في 2 ونص في 360. يبقى اهم حاجه تجمع الزوايا كلها بتاعت الكونتاكت انجل بتاعتك وتحولها بعد كده لايه؟ لجزئيه الراديان. دي كده كل القوانين بتاعتي المطلوبه في جزئيه البلت فريكشن او الوارب فريكشن. اهم حاجه عندي ازاي احسب بس. لو شفنا مثال على جزئية البلت فريكشن، بيقول لك هنا الويت بتاعي اللي هو W1 is bending to descent، هو بيحاول ينزل لأسفل downward. لو هو نازل لأسفل هتلاقي الكتلة عندك W1 ديت اتجاه نزولها بتاعي فين؟ لأسفل. بيقول لي هنا find the ratio، between W بتاعتي وال W1. في كتلة تانية موجودة اللي هي ال W دي كده نازلة من البولي بتاعتي دي اسمها C، والكتلة W1 هنا نازلة من البولي اللي اسمها ال D. بيقول لي هنا هوت knowing that بمعلومية ان the ratio of the large and the small tension، الفرق ما بين التنشن الكبير والتنشن الصغير on the left and right بولي، على left و right بولي. طبعا right بولي هي بتاعتي هي ال F، والليفت بولي بتاعتي هي السي، هي بتساوي 1.5% و1.1 ريسبكتيفلي على التوالي. احنا متفقين مع بعض لو في عندك بولي موجوده بيكون في تنشن كبير وبيكون في تنشن صغير حسب اتجاه الحركه بتاعتك اللي موجوده. فانا بيقول لك ان التنشن الكبير بتاعي هيساوي 1.5% في التنشن الصغير لو انت بتتكلم على الليفت بولي اللي هي مين؟ اللي هي السي، وهيساوي 1.1 لو انت بتتكلم على مين؟ على الدي. طيب مبدئيا كده واضح قدامي ان الحركه بتاعتي كلها جايه من مين؟ من دبليو 1. يعني ده كده اللي جايب الحركه، فده بيشد الاسفل كده، فده بيبتدي يتحرك كده، وده يبتدي يتحرك كده، وده هيبتدي يتحرك كده. فمعناها بالنسبه لي ان هنا الدبليو 1 هو اكبر من مين؟ من التي 2. وهنا عندي التي 2 اكبر من مين؟ اكبر من التي 1. يبقى هنا ده مخلي قيمه التي 2، مخلي قيمة التي 2 هيساوي 1.5% في التي 1، وده هيخلي قيمة الدبليو 1 بيساوي 1.1 في التي 2. تمام. طيب لو جينا نكمل بعد كده بقية المسألة، بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا انز انجل، والانجل بتاعتي الانجل ذات سي دي اللي عاملها السي دي اللي هو السي دي ده من اول نقطة السي هنا لغاية نقطة الدي، كانت الانجل بتاعتي بكام؟ الانجل بتاعتي كانت بتساوي 30 درجة. ماشي، دي معلومة في المسألة. find the angle ذات اي بي اللي بيعملها اي بي، زاوية الاي بي بتاعتي انا فرضتها في الرسمة عندي الفا، واف جي عندك الاف اهو، وعندك هنا الجي اللي هي البيتا، يعني معناها هات لي الزاوية بيتا وهات لي الزاوية الفا اللي بيعملها اي بي واف جي مع الهوريزونتال مع اتجاه الافقي. طيب ببساطه كده عندي في المساله عندك الكتله دبليو 1 اللي هي الكتله دي كده بتشد لاسفل، لما بتشد لاسفل هو بتحرك البلت ده كله اللي هو ماشي ده في الاتجاه ده كله، فمخلي التنشن بتاعي اللي هو التنشن بتاع دبليو 1 هو الكبير اقل منه التنشن تي 2، ولما تتكلم عن السي هيبقى التي 2 اكبر من التي 1. طب تعالى نبص على الرسمه كده بشكل اوضح شويه. ده شكل الرسمه بتاعتي العاديه، كل الاسهم الحمراء دي اصلا في العادي ما بتبقاش موجوده، بس ببتدي احطها ازاي؟ طالما في عندك حبل والحبل ده عامل كونتاكت مع نقطتين، كل نقطه فيهم بيخرج منها تنشن. فتعالى نبص كده، لو قلنا مثلا عندي هنا التنشن دوت مربوط عند النقطه دي ومربوط عند النقطة دي، فأنت خرجت لي تنشن من هنا تي 2 وخرجت من هنا تي 2، بقت القيمة دي تي 2 والقيمة دي برضو ايه؟ تي 2 بزاوية 30. طب لو جينا نتكلم على
التنشن تي 3 والتنشن تي 3. الحبل ده متثبت هنا في مركز البولي ومتثبت عند نقطة الجي، فانت خرجت واحد سميته تي 3 وخرجت واحد سميته تاني برضو ايه تي 3. طب هنا برضو عندي التنشن بتاع الخيط ده من بداية من نقطة بي منتهي عند نقطة ايه، فانت خرجت لي واحد سميته تي 1 وخرجت واحد سميته تي 1 برضو، تبقى القيمة دي نفس مين؟ القيمة دي. لو انت حسبت التي 1 ده هنا هو نفسه التاني بس بنفس القيمة بس باتجاه بيكون مختلف. لما انت بتعمل اسهم بتاع الكلام ده، لو مثلا بتكلم على الدراسة بتاعت البولي سي مثلا، البولي سي لو جيت تقطعها هتقطعها بالشكل ده. لما تقطعها ايه اللي هيبان معاك؟ هيبان معاك التنشن تي 2، هيبان معاك التنشن تي 1، هيبان معاك الويت بتاعي اللي هو ايه الدبليو. طب لو حبيت تقطع مثلا الاف بتاعتك في الاتزان، لو قطعتها هيبان معاك التي 3، هيبان معاك الدبليو 1، هيبان معاك مين الدبليو 2. ساعتها هتطبق الاتزان بتاعك اللي هي سميشن اف اكس بزيرو وسميشن اف واي بزيرو. طيب في نقطه برضو كنت انت اخدتها قبل كده، دي بسيطه واضحه. لو عندك كتله اللي هي الكتله دي اللي هي دبليو دبليو 1، دبليو 1 وزنها بيكون لاسفل، هيرد عليها رد فعل الاعلى اللي هو الدبليو اللي هو ده، يترد عليه بالدبليو التاني من فين؟ من فوق. عشان كده عرفت ان قيمة اللي فوق ده اسمه ايه؟ اسمه دبليو. طب هنا نفس الكلام في الكتلة التانية اللي هي مين؟ اللي هي الدبليو، وزنها الاسفل دبليو، هيترد عليها لاعلى فورس الاكشن اسمها دبليو، هترد عليها من فوق فورس الاكشن تانية اسمها ايه؟ اسمها دبليو. فانت بتريح دماغك طالما هنا متشال عندي قيمة وزن اسمه دبليو، بتنزل سهم مباشر اسمه ايه؟ اسمه دبليو مرة واحدة. بعد ما انت عملت الاسهم ده هتدرس مرة السي لوحدها وتدرس مرة الاف ايه لوحدها. طيب تعال نشوف كده، دي كده السي بتاعتي متأثرة بمين؟ السي متأثرة لما انت قطعتها كده، متأثرة عندي بالتنشن تي 2 اللي هو ده خارج بره عندي كده في الاتجاه ده، في عندي الوزن دبليو بتاعي نازل لاسفل السهم بتاعه الاحمر ده، في عندي التي 1 اللي هو طالع لبره بالشكل ده. طبعا التي 1 زاويه ميله على الافق هي الالفا، مجهوله مش عارفها. التي 2 زاويه ميله على الافق هي 30 درجه. الدبليو بتاعتي نازل في اتجاه الراسي. لو جينا نطبق في الاول خالص اول ايكويشن، هقول عشان خاطر الاتزان بتاع البوليسي، هتقول في الاول عندي في تنشن كبير وفي تنشن صغير. احنا متفقين مع بعض ان التنشن الكبير بتاعي هو مين؟ هو التي 2، والتنشن الصغير بتاعي هو مين؟ هو التي 1. يبقى الكبير بتاعي اللي هو تي 2 هيساوي التنشن الصغير تي 1 في اي اس ميو ايه؟ ميو سيتا. عندي ميو بتاعتي انا مش مذكور عندي في المساله، السيتا بتاعتي الواضحه ان ده عامل زاويه 30 درجه مع الافقي تي 2، وده عامل زاويه الفا مع الافقي، يبقى الزاويه الكليه هتساوي 30 زائد الالفا، هضربها في باي على 180 عشان احولها للراديان. بس الايكويشن دي كلها انا مش محتاجها، بس انا عاملها بس عشان اوضح ازاي بحسب التنشن الكبير بالنسبه للتنشن الصغير. هو جيفن عندي في المساله قايل لي ان التنشن الكبير تي 2 هيساوي التنشن الصغير تي 1 مضروب في 1.5%. لما كان بيقول لي ان الليفت بولي العلاقه ما بين اللارج تنشن والسمول تنشن ان هو بيساوي 1.5% في السمول تنشن، يبقى دي الايكويشن بتاعتي رقم 1 علاقه التي 2 مع مين؟ مع التي 1. لو حبيت اطبق بعد كده الايكويشن الثانيه اللي هي سميشن الفورس في الاكس بزيرو، ايه الفورس عندي في الاكس بزيرو؟ عندي هنا التي 2 ديت، لو انا جيت احللها في اتجاه الاكس هتلاقي عندك تي 2 كوزاين ال 30، ما عنديش حاجه غير كده. طيب عندك التي 1، التي 1 هتحل عن طريق زاويه الميل بتاعتها اللي هي الفا، هتبقى تي 1 كوزاين الالفا. يبقى عندي هنا دي كده اللي هي تي 2 دي عندي تي 2 عامله زاويه 30 درجه مع الافقي، يبقى التحليل بتاعها ب
بتي 2 كوساين 30. هي ماشيه عندي في الاتجاه الموجب، هتاخد اشاره موجبه، وعندي التي 1 عامله زاويه الفا، هتروح عندي في الاتجاه السالب هتاخد اشاره سالبه. يبقى كنا عندي بقول ان تي 2 كوساين 30 هتساوي تي 1 كوساين الالفا. طيب مين عندي بعد كده؟ هطبق الاتزان عندي في اتجاه الواي. مين عندي في الواي؟ عندك التي 1 ساين الالفا واخد اشاره موجبه اللي هو دوت كده، لو انت حللته عندك في اتجاه الواي، في اتجاه الواي بتاعي الاعلى هيبقى تي 1 ساين الالفا. طيب عندي تي 2، تي 2 هتبقى تي 2 ساين ال 30 برضه في الاتجاه الموجب، وعندك الدبليو بتاعتي في الاتجاه مين؟ في الاتجاه السالب. يبقى دي الايكويشن رقم 3. يبقى عندي هنا كان في جيفن تي 2 بيساوي 1.5% في التي 1 لما عرفت اتجاه الحركه بتاعتي، وطبقت التزام في اتجاه الاكس والتزام في اتجاه الواي. طب تعال نطبق نفس الكلام على البولي الثانيه. البولي اف متعرض عندي للتي 3 زاوية ميله البيتا على الأفقي، في عندي تي 2 زاوية ميلها 30 درجة مع الأفقي، في عندي دبليو 1 نازل لتحت. متفقين مع بعض من الأول إن هو قال لي إن التنشن الكبير هيساوي التنشن الصغير في 1.1، اللي هو كان بيتكلم على الرايت بولي بتاعتي اللي موجودة. هنا الحركة بتاعت الدبليو 1 تبقى الأسفل، ده بيخلي الدبليو 1 أكبر من التي 2 ديت، يبقى الدبليو 1 هيساوي 1.1 في تي 2. هطبق الايكويشن بعد كده اللي هي التزام بتاعي في اتجاه الاكس. ايه الفرصة عندي في اتجاه الاكس؟ ما عنديش بس غير تي 3 وعندي مين؟ وعندي تي 2. واضح عندي ان تي 3 هيبقى شرطه موجبة، هيبقى تي 3 كوزين البيتا عشان زاوية ميله البيتا مع الافقي، وعندي الناحية التانية هيساوي السالب بتاعي اللي هو تي 2 كوزين ال 30. يبقى دي الايكويشن بتاعتي رقم 5. الاتزان بتاعي في اتجاه الواي هيساوي زيرو. ايه الفورس اللي عندي في الواي؟ عندي الدبليو 1 واخد اشاره سالبه، عندي التي 2 هياخد اشاره سالبه، عندي التي 3 هياخد اشاره موجبه. تي 3 هيبقى تي 3 في ساين البيتا اللي هو الجزئيه دي كده، ده تحليله عندي في اتجاه الواي. عندي هيساوي الدبليو 1، هي اصلا متحلله في اتجاه الواي، وعندي هنا التي 2 عامله زاويه 30 مع الافقي، تتحلل هتبقى تي 2 ساين 30 في اتجاه الراسي. يبقى دي الستة ايكويشن مع بعض. هنحاول نحل الستة ايكويشن عشان هو طالب مني قيمه الالفا وقيمه البيتا. لو جيت احط كده ستة ايكويشن كلهم مع بعض اللي احنا جبناهم، وهبتدي اقول ان انا لو حليت ايكويشن 1 مع ايكويشن 2 ببساطه كده، قسمت 1 على 2، هتلاقي مين؟ التي 1 هيروح مع التي 1، والتي 2 هيروح مع التي 2، هيبقى لك بس مين؟ هي قيمة الألفا اللي كانت مجهولة عندك. لو أنت قسمت كده هيبقى الألفا بتاعتك ب 24.588. طيب الخطوة عندي اللي بعد كده هعوض بالكلام ده في إيكويشن رقم 3. لو أنت عوضت بإيكويشن رقم 3 هتبقى تعويض مباشر بس بقيمة الألفا. يبقى عندك تي 2 ساين 30 هتتحط زي ما هي تي 2 ساين 30. ساين الالفا هتعوض بقيمه بس، هتحط عندك زائد 41% في تي 1، ده الكلام ده هيساوي الدبليو 1. بعد كده لو انت حليت عندك الايكويشن 7 اللي هي ديت مع الايكويشن 1 اللي هي ديت، واحد كانت علاقه بين التي 2 والتي 1، وايكويشن 7 داخل فيها تي 2 وتي 1 مع الدبليو، هتجيب لي علاقه التي 1 مع الدبليو وعلاقة التي 2 مع الدبليو. لما تحسب الكلام ده هيطلع عندك التي 1 بيساوي 1.6 دبليو، وقيمة التي 2 بيبقى 1.116 في الدبليو. لو انت اخدت نتيجة الكلام ده وعوضت في الايكويشن رقم 4، الايكويشن رقم 4 كانت علاقة الدبليو 1 مع التي 2، يبقى هتجيب لي علاقة الدبليو 1 مع الدبليو. انا بس بحاول اعرف كل المجاهيل عن طريق حاجة واحدة. لو انت عوضت بالكلام ده في ايكويشن 5 و6، بص كده على ايكويشن 5 و6، انا حسبت الالفا محتاج مين؟ محتاج البيتا. لو انت اخدت التعويضات المباشره دي كده وقسمت ال 6 على 5، لو قسمت ساين بيتا على كوزين البيتا هيبقى عندك ايه؟ تان البيتا، وتي 3 هتروح مع مين؟ مع تي 3. هنا عندي الساين بيكون في البسط، فهيبقى
تي 2 ساين 30 دبليو 1 على تي 2 كوزاين 30. لو انت عوضت بالكلام ده كده هيبقى الشكل عندك كده، تي 2 زائد 2 دبليو 1 على جذر 3 في التي 2. لو اخدت التي 2 على جذر 3 تي 2 اللي هو ده هيديك قيمه 1 على جذر 3 زائد 2 على جذر 3 اللي هو الجزئيه الثانيه في قيمه دبليو 1 عوض عنها بقيمه الدبليو، وقيمه التي 2 عوض عنها بقيمه الدبليو، هيديك الرقم بتاع التان تحسب مني قيمه البيتا. يبقى اهم حاجه عندي في المساله ديت ازاي تحط الاسهم بتاع التنشن الموجود، ازاي تعرف مين التنشن الكبير والتنشن الصغير حسب الحركه بتاعتي اللي موجوده. بعد كده بتطبق اتزان البولي عادي في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي. هنا لو ما كانش ذاكر لي في المساله ان جزئيه التنشن الكبير مثلا ليه علاقه بالتنشن الصغير، لما كان بيقول لك ان التنشن الكبير في الليفت بولي بتاعتي ب 1.5% كان ساعتها لازم يديني مين؟ هديك الميول اللي موجوده بتاعه البلت مع البولي اللي موجوده. ساعتها كنت هتطبق القانون بتاع تي هيساوي تي كبير بيساوي تي صغير في اي اس بي يو سيتا. لو جينا نتكلم على الجزئيه الثانيه، جزئيه الرولينج ريزيستنت اللي هي عندي المعوقه بتاعه الدوران، او ساعات بيسموها في بعض المراجع رولينج فريكشن، بس هي الافضل هي رولينج ريزيستنس. عندي هنا اهوت لو في عندي رف سيرفيس بيتزحلق عليه اسطوانه، بيتزحلق عليه اسطوانه اسطوانه بالشكل ده كده، دي الاسطوانه بتاعتي وماشي على رف سيرفيس. في الوضع الطبيعي لو الدوران بتاعي كان في الاتجاه ده كده هتلاقي ان رد الفعل المفروض يكون نازل تحت المركز على طول، يعني بيكون اصلا في النقطه دي، بس بتلاقي هنا نتيجه ان ده رف سيرفيس بتلاقي رد الفعل بتاعك واقف هنا. فلو انت رد الفعل بتاعك ده كده هو الار اللي هو الرياكشن بتاعي، هتلاقي في عندك هنا قوه بيتحلل قوه اف عكس اتجاه التحرك، انا بدور في الاتجاه ده كده يعني همشي في الاتجاه ده، يبقى قوه اف هتبقى عكسه، وقوه نورمال رياكشن لاعلى اللي هي الان. هتلاقي المسافة دي اللي هي بتاعت النقطة دي كده اللي عندها الار اللي انا حللتها اف وحللتها ان، المسافة دي كده بسميها الاي ار. عندي الاي ار ده بسميه الكوفيشنت اوف رولينج ريزيستنت. وده وحدته عندي بالمتر، ماشي. هو بيعبر عن المسافة بس ما بين النقطة بتاعتي ديت اللي بيبقى عندها جزئية الرف سيرفيس والنقطة الكونتاكت المفروض تبقى أصلية موجودة عندي. طيب المفروض عندي هنا هوت إن الإن ده هو الرياكشن الموجود حاليا، والإف بتاعتي دي تبقى قوة الفريكشن فورس اللي هي عكس اتجاه الحركة، ومعاها الـ R هي كوفيشنت أوف رولينج ريزيستنس. فأنا ممكن تبسيطا للوضع في الكلام ده هقول إن الشكل ده بيساوي الشكل ده. انا عايز ارجعهم كل حاجه تبقى عند النقطه دي اللي هي نقطه هنا، كانت عندي نقطه الاي ودي كده نقطه البي اللي هي النقطه دي كده، عايز اودي كل القوه بتاعتي عند نقطه الاي. لما اجي احرك الان دي بتاعتي من مكانها اوديها عند الاي هتتحرك بقوه نفس المقدار ونفس الاتجاه اللي هي القوه بتاعتي اللي هي الان زائد مومنت. المومنت بتاعها بيساوي ايه؟ بيساوي عزم القوه بالنسبه لنقطه الاي اللي هي عندك القوة N مضروبة في المسافة AR. الدوران بتاعها يبقى في الاتجاه ده هياخد إشارة موجبة، يبقى هتعمل لي هنا هوت مومنت هتسميه MR. MR ده بيساوي الـ AR مضروب في الـ N، وساعتها هسمي الـ MR ده هسميه الرولينج مومنت. تمام كده؟ طيب القوة F بتاعتي، القوة F هرجعها زي ما هي بس هوديها فين؟ هنا على نفس النقطة. طب هتيجي تقول لي القوة F دي مش هنا، ال F دي لو انت كبرت الجزئية كده بتاعت نقطة ال B بتاعتك وهتلاقي هنا هو ده الليفل بتاعي، كان المفروض ال F هنا
وال N هنا، وكانت دي المسافة بتاعتي اللي هي ال AR. طب ليه ال F بتاعتي انا مش عامل لها عزم؟ ال F اصلا بيكون ليها مومنت، اكيد ليها مومنت عادي، يعني ال F اصلا بتعمل مومنت عشان توديها هناك. هيساوي ايه؟ هيساوي ال F في المسافة الصغيرة دي، دي مسافة صغيرة، هتخلي العزم بتاعي، هتخلي المومنت بتاعي الفاليو بتاعته قليلة او قيمته قليلة، قليلة بالنسبة للام ار، تمام كده. يبقى عشان كده بس بخلي هنا عند النقطة قوة الاف زي ما هي، ومعها الان، ومعها مين؟ ومعها المومنت بتاعي اللي هو ام ار، مش اكتر من كده، تمام. يبقى هتلاقي في بعض المراجع عندك هو بيسيب القوة ان زي ما هي، وبيسيب القوة اف زي ما هي، وبيحاول يحسب دي لوحدها وبيحسب دي لوحدها. لكن انا بالنسبة لي في حل المسائل، مجرد ما هتشوف عندك رولينج ريزيستنس موجود، هتلاقي الاي ار هتبقى جيفن في المسألة. هقول لك مثلا رولينج بيساوي 8 سنتي، بيساوي 2 سنتي، بيساوي 1 انش، هتلاقي فيه رقم موجود بالمتر. هتحط لي عند نقطة الكونتاكت بتاعتي قوة اف عكس اتجاه الدوران بتاعي، ان اتجاهها الاعلى، قوة مومنت ام ار هسميها الرولينج مومنت بتاعتي، دي بيساوي الاي ار فين؟ في الان. والاتجاه بتاعها بيكون عكس اتجاه الدوران، يعني هنا كان عندي في المسألة او في الرسمة دي الاتجاه بتاعي هنا في الاتجاه اللي هو السالب، كان المومنت بتاعي طالع بالاتجاه الايه؟ بالاتجاه الموجب، تمام كده؟ طيب دي كده اللي هي القوانين بتاعتي. طب العكس، لو انت عندك مثلا سي كان الدوران في الاتجاه ده، هتعمل لي نفس الكلام، هتحط لي ان بتاعك لاعلى، قوة فريكشن عكس اتجاه الحركة، ورولينج مومنت بتاعك عكس الدوران، الدوران ده كده هيبقى بالموجب، تعمل لي مومنت سالب هتسميه ام ار، وام ار ده هيساوي الاي ار فين؟ في الان. تعالى كده نشوف المسائل على الجزئية دي. لو جينا نشوف مع بعض مثال على جزئية الرولينج ريزيستنس مع جزئية البيلت فريكشن الاتنين مع بعض، هيقول لك هنا في عندي تو سلندرز، في عندي اسطوانتين each of weight 800 نيوتن، الاتنين وزنهم 800 نيوتن، معناها طبعا الوزن بتاعك هيبقى اسفل في اتجاه الفيرتيكال في اتجاه الواي، اند ريديوس 1 متر، طبعا معناها ان عندي الاسطوانه دي نصف القطر بتاعها 1 متر، والاسطوانه دي نصف القطر بتاعها برضو ايه؟ 1 متر. ار بليست اون ان انكلايند بلين، هما الاثنين محطوطين على مستوى مايل، المستوى المايل بتاعي واضح قدامي هنا، الزاويه بتاعتي 30 درجه في الرسمه، ده المستوى المايل بتاعي. بيقول لي هنا which incline to the horizontal، ومايل على الهورزونتال ب 30 درجه. السلندر بي بتاعتي اللي هي الاسطوانه بي ديت is connected to A، هي متصلة بال A by a light road، عن طريق light road، طبعا ال light road اللي هو واضح قدامي من ال A لل B اللي هو الخط الأسود دوت، ده بيبقى جوه قوتين قد بعض في المقدار وعكس بعض في اتجاه، وكلهم الاتنين بيكون داخلين لجوه، يعني ده هيبقى ده اتجاهه كده داخل لجوه، وده اتجاهه داخل لجوه، القوتين قد بعض في المقدار وعكس بعض في الاتجاه. بعد كده بيقول لي and is connected to poly C، بعد كده متصلة ببولي C with a light string، عن طريق خيط خفيف carrying a weight Q، هو شايل وزن Q اللي هو الوزن عندي دوت، ماشي at its end، عند النهاية. طبعا من الواضح قدامي كده ان Q بتاعتي بتشد كده، فيبتدي ده يتحرك كده، ويبتدي الاسطوانة دي هتدور كده، والاسطوانة دي هتدور كده، ده يبين لك اتجاه الحركة بتاعت الاسطوانات ماشية فين؟ ماشية في الاتجاه الأعلى. بيقول لي هنا if the coefficient، لو كان ال coefficient of friction between البولي والسترينج is 3 على 2 باي، معنى كده إن البولي بتاعت اللي هي السي دي هتبقى أقرب بولي، يبقى عندك كده التنشن الكبير هيساوي التنشن الصغير في يو سي يو سيتا، ومديك قيمة النيو بتاعتك بكام؟ ب 3 على 2 باي. And
بيقول لي بعد كده and the coefficient يا معامل الرولينج ريزيستنت بتاعتي between the two cylinder ما بين الاسطوانتين والانكلايند بلين از 8 سنتي. طبعا دي قيمه مين؟ دي قيمه الاي ار اللي هي الكوفيشنت اوف رولينج ريزيستنت بتاعتي. فاين الويت كيو، هات لي الويت كيو فور ذا سيستم تو رول يونيفورملي، معناها يدور بثبات. اند اولسو فايند الاكسيال فورس ان ذا لايت رود، عايز قيمه القوه بتاعتي اللي ماشيه في اللايت رود اللي هو عندي زي ما قلنا الخط الاسود ده كده كونكتنج ذا تو سلندر، الواصل ما بين الاثنين سلندر. طيب ده كده الشكل العام بتاعي. المفروض ان انا بحاول اشوف ايه القوه اللي بتاثر على الاي والقوه اللي بتاثر على بي والقوه اللي بتاثر على سي، واحاول افصل البي لوحدها وافصل السي لوحدها وافصل الاي لوحدها. تعالى كده لو اشوف القوه اللي بتاثر علينا في الكلام ده، هتبقى دي كل القوه اللي بتاثر عليا. عندك مثلا لو بتكلم على الاي، الاي بتاعتي هنا اهوت الوزن بتاعها متحلل ايه؟ متحلل 800 كوزين ومتحلل 800 ساين. السهم بتاع ال 800 ساين دوت، وده السهم بتاع ال 800 كوزين، حللتها بس في الاكس وحللتها فين؟ في الواي. طيب عندي مين كمان؟ عندي هنا نتيجة ان الدوران بتاعي كده والجسم بتاعي طالع لأعلى، هيبقى في عندك رولينج ريزيستنس موجود فين؟ موجود عند النقطة دي كده. قلنا عندنا في رولينج ريزيستنس بنعمل ايه؟ بنحط عندنا ثلاث حاجات، القوة اف واحد عكس الحركة، الحركة بتاعتي لأعلى عملت قوة واحد، قوة اف واحد لفين؟ لأسفل. قوة ان واحد بتاعتي هتبقى الأعلى، والمومنت ام ار واحد اللي هو بيساوي ال ان واحد في الاي ار، واتجاه المومنت ام ار واحد بيبقى مين؟ عكس الدوران بتاعت اللي هي السلندر، السلندر دورانها فين؟ في السالب. يبقى احط مومنت موجب هسميه ايه؟ ام ار واحد. واضح من سهم الدوران بتاعي هنا اللي هو ده كده ان الدوران بتاعي ايه؟ موجب. طيب عندك هنا الواصل ما بين مركز الاي عندك ومركز البي، في عندك كان لايت رود، انا فرضت ان القوه بتاعت الاولاني اللي خارجه من الاي سميتها تي واحد، والقوه اللي خارجه من البي هسميها برضو ايه؟ تي واحد. بس دي التي واحد دي بتخص الاي هنا، والتي واحد ديت بتخص مين؟ بتخص البي هنا. طيب تعالى نشوف برضو القوه اللي بتاثر على البي، القوه اللي بتاثر على البي لو ده اتجاه الحركه بتاعي لاعلى، اول حاجه عندي هحل الوزن بتاعها 800 كوساين 30 في السهم ده اللي هو الاسفل، و 800 ساين 30 اللي هو السهم ده هيبقى في اتجاه الشمال. ده قيمه قوه في الاكس، ده قيمه قوه في الواي. عند نقطه الكونتاكت هنا هنحط ثلاث حاجات. ايه الثلاث حاجات اللي قلنا عليهم؟ الحركه بتاعتي هتبقى الاعلى، الدوران بتاعك هيبقى كده بالاتجاه السالب، يبقى القوه اف 2 عكس الصعود لاعلى هيبقى اف 2 عندك لاسفل اللي هي ديت، ان 2 على طول هيبقى الاعلى، الام ار 2 اتجاه الدوران بتاعه موجب عشان خاطر الدوران نفسه بتاع السلندر كان ايه؟ كان سالب. هنا عندي ما بين البي بتاعتك وما بين السلندر او سوري ما بين البولي سي في عندك خيط، الخيط هنا هفرض ان في تنشن دوت اللي هو تي 2 قصاده الناحيه الثانيه التنشن دوت اللي هو برضه تي 2، تي 2 ده بيخص البي والتي 2 ده بيخص مين؟ بيخص السي. بعد كده لو دخلنا على السي، طالما دي راف بولي يبقى هتبقى خارجه هنا بكيو وخارجه من هنا بتي 2، بس واضح ان الكيو عشان هنا الحركه بتاعتي لاسفل الكيو هتبقى اكبر من مين؟ من تي 2، يبقى الكيو بتاعتي هيساوي اي اس ميو سيتا مضروبه فين؟ في التي 2. مره هطبق اتزان على السي واخد دول بس مع السي، مره هطبق اتزان مع البي وهاخد ديت مع البي، دي القوة بس اللي بتأثر معايا على البي، ومرة هطبق اتزان مع الاي وهتلاقي دي كل القوة اللي بتأثر عندي فين؟ في الاي. يبقى دي ايكويشن ودي ايكويشن ودي ايكويشن، المفروض احسب منها قيمة الكيو اللي كانت مطلوبة مني مع قيمة التي واحد اللي كانت مطلوبة مني. طب تعالى نشوف كده، لو احنا اخدنا في البداية اخدنا بس السلندر ايه لوحدها، السلندر ايه الوحيده لو احنا اخدناها زي ما قلنا كده ببساطه مره تانية، تحليل الوزن بتاعي 800 كوزين 30 دوت وال 800 ساين 30 دوت، واحد في الاكس وواحد في الواي، عند نقطه الكونتاكت اللي هي ديت هتحط لي ثلاث حاجات، الحركه بتاعتي كانت دورانها كده وطالعه وطالعه الاعلى، هيبقى عندك اف واحد عكس الحركه بتاعتي يبقى هيبقى نازل لاسفل،
ان واحد على طول اللي هو دوت هيبقى لاعلى، المومنت ام ار واحد اتجاهه عكس الدوران السالب هيبقى المومنت بتاعي موجب، والتي واحد اللي هي القوه بتاعه اللايت رود الموجوده. اول خطوه فيها هتطبق، قبل ما تطبق عندي طبعا معلومه ان الاي ار هيساوي 8 سنتي، وقيمه الام ار في اي حاجه على طول بتساوي مين؟ بتساوي الان بتاعتي مضروبه في الاي ار. لو طبقت الالتزام بتاعي في اتجاه الاكس، ايه الفورس عندك في الاكس هنا؟ عندي في الاتجاه الموجب ما عنديش بس غير مين؟ تي واحد هيساوي في الاتجاه السالب اف واحد، عندك هنا اللي هي اف واحد اهي، وفي عندي 800 ساين 30. بعد كده هطبق سميشن الفورس عندي في اتجاه الواي بصفر، ايه الفورس عندي في الواي؟ ما عنديش غير الان واحد هيساوي 800 كوزين 30، يبقى ان واحد هيساوي 800 كوزين 30. بعد كده لو انا اخدت المومنت عند النقطه ديت اللي هي دي عندك، اللي هي عندك في الرسمه اسمها اي واحد، عايز اخد المومنت عندها، اي قوه هتعدي في النقطه دي ملهاش مومنت حواليها. عندي هنا ان واحد بيعدي عليها ملوش مومنت حواليها، اف واحد بيعدي عليها ملوش مومنت حواليها، 800 كوزين 30 بتعدي عليها ملهاش مومنت حواليها، مين بس اللي مومنت؟ اللي مومنت عندي تي واحد، اللي مومنت عندي 800 ساين، اللي مومنت عندي الام ار واحد. لو بدأنا في الأول بالتي واحد، البعد ما بين السهم ده والنقطة دي اللي هي كام؟ اللي هي المسافة دي اللي هي كانت كام عندي؟ اللي هي كانت عندي بواحد. الدوران بتاع التي واحد بيلف في الاتجاه ده كده، دوران سالب، أخدت ناقص التي واحد في واحد. ال 800 ساين 30 في البعد العمودي برضو اللي هو عندي زي ما هو واحد، والدوران بتاعك هيبقى بإشارة موجبة. الام ار واحد واحد واضح من السهم بتاعه من الاول ان هو موجب، يبقى زائد الام ار واحد. لو جينا عوضنا بقيمه الام ار واحد اللي هو بيساوي الان واحد في الاي ار، انا حاسب اصلا اوريدي مين الان واحد هي 800 كوزين 30، هيبقى 800 كوزين 30 في قيمه الاي ار احولها ب 8 على 100 عشان تبقى بالمتر. كده حسبت قيمه الام ار واحد، هعوض بالقيمه بتاعته في الايكويشن هنا، هيبقى عندك بس مجهول مين؟ هو التي واحد. لو انت حسبت قيمة تي واحد يطلع معاك التي واحد بيساوي 455 نيوتن. لو انت خلصت كده الكتلة بتاعتي او السلندر بتاعتي اسمها ايه، هتروح على السلندر التانية اللي اسمها بي. البي عندك برضو نفس الكلام، هتحل الوزن بتاعها اللي هو 800 نيوتن، هيتحلل 800 كوزين 30 اللي هو في السهم دوت، و 800 ساين 30 هو في السهم ده. طبعا ده قيمة قوة في اتجاه الواي، ودي قيمة قوة فين؟ في اتجاه الاكس. كان عندي تي واحد اللي انا حسبته من الالتزام بتاع الاي، كان سهم كان خارج من الاي، هتعمل برضو سهم خارج منين؟ من البي، هتسميه تي واحد. عند نقطة الكونتاكت بتاعتي هنا، طالما في عندك رولينج ريزيستنت والدوران بتاعك بالشكل ده كده والسلندر بتاعي طالع لأعلى، هتحط لي قوة اف عكس الطلوع، يبقى الاف بتاعتك لأسفل بالشكل ده اللي سميتها عندي هنا اف 2، وده سهمها. ان 2 بتاعي هتحطه لأعلى زي ما احنا حاطين كده. الدوران بتاعي بتاع السلندر ده كان سالب، حطيت مومنت سميته ام ار 2، هيبقى دورانه موجب، اعمل السهم بتاعه موجب. وهتحط لي القوه بتاعتي اللي هي اسمها تي 2 اللي هي بتاعه اللايت سترينج ما بين السلندر بي والبولي بتاعتي اللي هي سي. لو جيت تطبق نفس الكلام بتاعه الاسطوانه اللي فاتت اللي اسمها ايه، عندي نفس برضو المعطيات، الاي ار بيساوي 8 سنتي، والام ار اللي هو الرولينج مومنت بيساوي الان بتاعتي في الاي ار. تمام كده. لو قلت عندي برضو سميشن اف اكس بزيرو، ايه الفورس عندك في الاكس؟ عندي في الاكس الموجب اللي هو موازي للمستوى التي 2 اشارته موجبه، حطيت عندي تي 2 هيساوي في الناحيه الثانيه كل القيم السلبه، عندي التي 1 هتبقى سلبه، حطيت التي 1، عندي 800 ساين 30 سالبه حطيتها، عندي الاف 2 سالبه برضو ايه حطيتها. هطبق بعد كده برضو سميشن اف واي بتاعتي بزيرو، ايه الفورس في اتجاه الواي اللي هي عموديه على البلان؟ عندي بس ان 2، عندي بس هنا الان 2 بتاعتي ديت هتساوي 800 كوزين 30. بعد كده ناخد المومنت بتاعتي عند النقطه ديت اللي هي عندك النقطه ديت اللي هي نقطه البي 1، اي حاجه هتمر بالبي واحد، اي قوه هتمر بيها ملهاش مومنت، يبقى
ان 2 ملوش مومنت، اف 2 ملوش مومنت، القوه 800 كوزين 30 ملهاش مومنت، اللي مومنت بس اللي هو تي 1، ال 800 ساين 30، والتي 2 مع مين؟ مع المومنت اللي هو ام ار 2. تعالى كده نشوف الاول التي 2 بعد العمودي دوت كام بواحد، يبقى تي 2 في 1 والدوران بتاع التي 2 هيروح فين؟ في السالب، فاخد اشاره سالبه. عندك ال 800 ساين 30 ماشي، اللي هي ديت بعدها العمودي برضو 1، دوران بتاعها هيبقى موجب، يبقى 800 ساين 30 في 1. عندي التي 1 بعد العمودي برضو 1 اللي هي نصف القطر، يبقى تي 1 في 1 ودورانه موجب، زائد المومنت بتاعي اللي موجود اصلا هو ده اللي هو ام ار 2، يبقى زائد ام ار 2. عندك الام ار 2 قيمته بتساوي الان 2 في الاي ار، انا حاسب اوريدي قيمه الان 2، يبقى 800 كوزين 30 في 800. لو انت عوضت بقيمه الام ار ده في الايكويشن دي هنا، قيمه الام ار، وعوضت بقيمه تنشن تي 1 او التي 1 اللي انت حسبته قبل كده، هتجيب مين؟ هتجيب لك التي 2 بتاعك. هتلاقي التي 2 بيساوي 910.8. طيب لو دخلت بعد كده على البوليسي، البوليسي بتاعتي فيها الكيو والتي 2، واضح ان الحركه بتاعتي بتبين ان الكيو اكبر من مين؟ اكبر من التي 2. ما عنديش غير ايكويشن واحد بس هتطبقها، اللي هي التنشن الكبير اللي هو الكيو بيساوي التنشن الصغير اللي هو تي 2 في اي اس ميو في السيتا. عندي هنا في الرسمه ده كان عامل زاويه 30 درجه اللي هو تي 2، وده عامل زاويه 90 درجه، يبقى الزاويه الكليه هتبقى كام؟ 30 زائد 90 في باي على 180 عشان تتحول بايه؟ بالراديان. عوضنا بقيمه الميو بتاعتي، هتلاقي دي قيمه الميو بتساوي عندك 3 على 2 باي، لما تحول دي بالراديان اللي هي 120 هتبقى 2 باي على 3 في 910 هيديك 2476. يبقى اهم حاجه عندي في المساله هنا ان الكيو كانت بتشد الحبل، فلما بيشد الحبل بيشد السلندر بي، بيشد السلندر ايه، فانا عرفت اتجاه الحركه بتاعتي ماشي في انهي اتجاه. ده باين لي ان الكيو اكبر من مين؟ اكبر من تي 2. عند نقطه الكونتاكت في حاله الرولينج ريزيستنت بتحط ثلاث حاجات، قوه اف عكس اتجاه الحركه، لو هي بتطلع لفوق هتحط فريكشن او اف نازله تحت، الان بتاعي بيكون لاعلى، المومنت عكس اتجاه الدوران بتاع السلندر الموجود.